عليكم ورحمة الله وبركاته. أرحب بكم مشاهدين الكرام إلى ما اخترناه لكم من صحافة هذا اليوم. نبدأها من صحيفة الساندي تيليغراف التي نشرت تحقيقا بعنوان: كيف تحول شارعا عاديا صورة لمأساة الحرب في سوريا؟ تستهل روث شيرلوك التحقيق الذي أعدته قائلة: إن صورة نشرت هذا الأسبوع تصور آلاف السوريين الذين يبدون كالأشباح يصطفون في طوابير للحصول على الطعام. تصور هذه الصورة قصة عام أمضوه تحت الحصار. وتقول شيرلوك: إنه للوهلة الأولى تبدو الصورة كما لو كانت صورة احتجاج شعبي، الآلاف يحتشدون وسط المباني المهدمة جراء القصف في مخيم اليرموك للاجئين في دمشق. وتضيف بأن الوجوه في الصورة تنبئنا بقصة أخرى. الوجوه الشاحبة والأنظار الشاخصة تعبر عن أنها صور لشعب منهك يصطف للحصول على المعونات الغذائية المقدمة من الأمم المتحدة بعد أن أمضوا عاما تحت الحصار. وتقول شيرلوك أنه منذ نشرها الأسبوع الماضي أثارت الصورة إدانات واسعة من قادة العالم لما يلقاه السوريون من معاناة، حيث وصف مسؤول في الأمم المتحدة الصورة بأنها مروعة. وتستدرك شيرلوك قائلة: إنه على الرغم من الإدانات الدولية والانتشار الإعلامي الذي لاقته الصورة، فإن حياة 40,000 شخص معظمهم من اللاجئين الفلسطينيين الذين يرزحون تحت حصار القوات الحكومية السورية ما زالت معركة مستمرة ضد الجوع والأمراض من المياه الملوثة والهجمات الجوية وتساقط قذائف الهاون. وتقول شيرلوك: إن شقيقي رانيا مرجا 39 عاما التي كانت تقيم في مخيم اليرموك والآن تقيم في بيروت كان من بين الحشود التي تحاول الحصول على معونات غذائية في اليوم الذي التقطت فيه الصورة، وكان انتظار وصول الغذاء آخر ما فعله سويا قبل أن يقتل الأخ الأصغر مهند 25 عاما في هجوم بقذائف الهاون في 14 من شباط. وتضيف أن مقتل مهند ومساعي أصدقائه لإنقاذ حياته رغم شح الإمكانات الطبية يوضح مدى صعوبة الحياة تحت الحصار. ننتقل الآن إلى صحيفة نيويورك تايمز التي نشرت مقالا بعنوان: في سوريا الدبلوماسية بحاجة إلى القوة. قالت فيه: الحكمة التقليدية السائدة حول سوريا الآن هو أنه لا يمكن القيام بأي شيء. يقال إن العمل العسكري إما أنه سوف يكون ضاراً حيث أنه سوف يجلب الجهاديين في صفوف المعارضة إلى السلطة، أو أنه سوف يكون غير مجد، كما أن أي عمل عسكري لن يؤدي إلى تغيير التوازن ضد حكومة الرئيس بشار الأسد. استخدام القوة كما يقال من شأنه أن يعرض أمورا استراتيجية أخرى للخطر مثل تأمين اتفاق نووي طويل المدى مع حليف سوريا إيران. أي شخص واقعي بحاجة إلى مواجهة حقيقتين: الأولى غياب أي تطبيق موثوق لاستخدام القوة ضد النظام السوري، كما أن أي تفاوض يؤدي إلى تنحي الأسد أمر لن يتم في حال من الأحوال. على الرغم من الجهود التي بذلها مبعوث الأمم المتحدة الأخضر الإبراهيمي، فإن محادثات السلام في جنيف بين الحكومة السورية وتحالف المعارضة أصبحت مجرد مضيعة للوقت. قوات المعارضة تضعف بسبب الهزائم العسكرية المتتالية، والميزة الاستراتيجية لا تعطي الأسد أي حافز للتنازل عن أي شيء. ثانياً، إذا سمح للأسد بالخروج فائزا من هذا الصراع فإنه سوف يعيد فرض حكمه المستبد، كما أن قواته بكل تأكيد سوف تبيد ما تبقى من القوات المتمردة السنية التي تشكل معظم صفوف المعارضة. إن تدميره لأعدائه لن يجلب حالة سلام طويلة المدى بل سوف تؤجج الأحقاد فقط، عاجلا أو آجلا فإن الدم سوف يسيل مجددا. الخيار الوحيد الباقي هو استخدام القوة لحرمان الأسد من تفوقه الجوي. الطائرات والطائرات دون طيار والعمليات بعيدة المدى يمكن أن تمنع قواته من استخدام البراميل المتفجرة والذخائر العنقودية والأسلحة الفوسفورية ضد أهداف مدنية. الحملة الجوية يجب ألا تهدف إلى تقديم الدعم للجماعات المتمردة التي لا تتشارك في أهدافها مع الغرب.
يجب أن يتمثل الهدف هنا في تخفيف الضغط الهائل عن السكان المدنيين وإجبار الأسد على العودة إلى جنيف للتفاوض على وقف إطلاق النار. فوق كل ذلك، فإن استخدام القوة سوف يجعل المأساة السورية خاصة بالرئيس. لكن يحاول الرئيس التظاهر بأنه ليس مضطر لذلك، ولكن حقيقة أن المشكلة أصبحت مرتبطة به غدت أمرا واقعا. إن تقاعس الولايات المتحدة عن التحرك عزز موقف روسيا وحزب الله وإيران. إذا رافقت تبعات التقاعس السيئة الرئيس، فإن من الحنكة الآن العودة إلى الدبلوماسية مع وجود القوة، بحيث لا تصبح تبعات الحرب أشد فتكا مما هي عليه الآن. أما صحيفة القدس العربي فقد نشرت مقالا بعنوان بعد سوريا الروليت الروسي في أوكرانيا، قالت فيه: بعد سوريا تحاول روسيا في أوكرانيا إعادة صياغة جديدة للعالم مما يوافق طموحات رئيسها فلاديمير بوتين. وفهم هذا الرجل وأسلوب قيادته سيساعد كثيرا في فهم ما يجري في أوكرانيا وسوريا. يشبه بوتين مزيجا من أباطرة روسيا السابقين مثل إيفان الرهيب وبطرس الأكبر، فأولئك الأباطرة هم النماذج التي تسيطر على الأغلب على الخيال السياسي لضابط الكي جي بي السابق هذا. أما باراك أوباما فيشبه ضمن السياق الأمريكي مزيجا من مارتن لوثر كينغ الناشط الأسود لحقوق الإنسان وجون كينيدي الرئيس الكاثوليكي الأول لأمريكا. يمثل هذا التواجد بين شخصيتي بوتين وأوباما لحظة فارقة في تاريخ روسيا وأمريكا والعالم، فهما تستقيان أصولهما التاريخية والسياسية من اتجاهين متعاكسين وسياقين شديدي الاختلاف. فإضافة إلى الطابع الفريد لانتخاب أوباما بصفته أول رئيس أمريكي من أصل أفريقي وجذور إسلامية، فهو أيضا يمثل موجة الانعزال الأمريكية التي تحصل تقريبا بعد كل حرب كبيرة تخوضها الولايات المتحدة. فيما يمثل بوتين الاندفاعات الروسية التي قبضت أرباحا هائلة اقتصادية وسياسية من التدخل الأمريكي في أفغانستان والعراق، أعادت استثمارها بعنف في جورجيا وسوريا والأمم المتحدة، وبدبلوماسية ماكرة في مناطق أخرى كإيران والعراق ومصر والجزائر. كذلك فإن التحالف بين روسيا وإيران والنظام السوري ونتائجه في سوريا ما كان لها أن تحصل بالطريقة الكارثية التي آلت إليها لولا شخصية الرئيس السوري بشار الأسد الذي حصل على منصبه الجمهوري بالوراثة بعد تعديل فضائحي للدستور ليناسب سنه آنذاك 34 عاماً، وهو الشاب الذي يعاني من عقدة نقص بسبب إبعاده نحو الطب وتأهيل أخيه باسل للرئاسة، ولولا أن تدخل القدر وتوفي ولي العهد السوري في حادث سيارة. في الصراع الجاري حالياً تلعب شخصيات كبرى مثل بوتين وأوباما وصغرى مثل يانوكوفيتش والأسد أدواراً تبدو ملحمية من جهة ومأساوية كوميدية من جهة أخرى، وفيما تتنازع أوهام الزعماء على المجد التاريخي المزعوم. تتحطم مصائر شعوب وأمم وتتكسر حدود الجغرافيا تحت وطأة الدماء وأشلاء الجثث. اجتياح القرن والتدخل العسكري في أوكرانيا هي نقلة في الاندفاعات الإمبراطورية الروسية والانكفاء الأمريكي المستمر، ولكنها قد تنقلب لعبة روليت روسية خطرة تصيب رأس بوتين نفسه في مقتل وتطيح بأوباما عن عرش الانكفاء الأمريكي عن العالم. مشاهدينا الكرام، ننتقل الآن إلى صحيفة العرب اللندنية التي نشرت مقالا بعنوان حالش نهاية أكذوبة بقلم ثائر زعزوع، قال فيه: نحت السوريون بناء على التطورات التي شهدتها الساحة مؤخرا مصطلحا جديدا يضاف إلى مجموعة المصطلحات التي دخلت الساحة السورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية. وقد اختصروا حزب الله اللبناني بتسمية حالش اختصاراً لحزب الله الشيعي مسقطين عنه تسمية اللبناني، وهو إسقاط موفق كون الحزب لا يعد بأي حال من الأحوال حزباً لبنانياً
فهو حزب إيراني ذو توجه طائفي ينتظم ضمن حلف تقوده طهران يشكل ما يسمى بحلف المقاومة، الذي بات مثار سخرية لا لدى السوريين فحسب بل لدى جميع متابعي الحدث السوري. وقد أدى نشيد احسن نصرك في يبرود الذي تبناه الحزب وقناة المنار التابعة له، أدى دورا في إسقاط الحزب وأمينه العام في مستنقع التطرف المقيت الذي كانت داعش قد وقعت فيه من قبل. وكلاهما كما تؤكد تقارير دولية ومعلومات من الداخل السوري يتبعان بطريقة أو بأخرى يتبعان لولاية الفقيه في طهران. ولعل خيبة أمل الشعب السوري من تغير موقف حزب الله الذي سوق نفسه على أنه نصير المظلومين المستضعفين، رافقتها خيبة أمل عربية وإسلامية تمثلت في نفور من الحزب واتهامه بالإرهاب، لا على مستوى شعبي فقط بل على مستوى رسمي. وقد اتخذت دول مجلس التعاون الخليجي خطوة متقدمة بهذا الخصوص، فأعلنت الحزب منظمة إرهابية في منطقة الخليج، وخاصة بعد ثبوت تورط الحزب في تدريب وتصدير العناصر القتالية إلى مملكة البحرين التي شهدت منذ شباط عام 2014 اضطرابات تم تغذيتها إيرانيا واستثمارها لغاية في نفس يعقوب الإيراني الذي يعتبر البحرين جزءا من إمبراطوريته التي لم تغير عمامة الملال شيئا من أحلامها. وأما لبنانيا فليس من الصدفة اندلاع حرب تموز 2006 في الوقت الذي كانت فيه أصابع الاتهام تشير إلى تورط النظام السوري باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. وقد وجد الحزب نفسه وقتها مضطر للتعاطي مع الداخل اللبناني لا بوصفه من القوة العسكرية والأمنية الحاكمة في لبنان، ولكن لكونه حزبا من بين أحزاب تتنافس في لعبة سياسية. ولكن الحرب التي قاد الحزب لبنان إليها أدت عكس المأمول منها، فانحصرت شعبية الحزب داخل الضاحية الجنوبية، لكنها أظهرت وجها جيدا له هو وجه الشبيح الذي يضرب كل من يخالفه الرأي. وهكذا تهاوت الصورة التي كان حزب الله يسعى إلى رسمها لنفسه، وبقيت منه فقط ذكريات عملياته التي ينفذها مقاتلوه في سوريا. ننتقل الآن إلى موقع الشرق العربي للدراسات، حيث نشر مقالا لزهير سالم بعنوان الجزية على المسيحيين في الرقة. قال فيه: ما تزال التصرفات المريبة في سياق هذه الثورة الوطنية المباركة تتناثر حولنا تترى، وفي كل يوم تحمل لنا الأخبار أنباء عن تصرفات شاذة وغريبة ومستنكرة شرعا وعقلا وفقها وسياسة، يقدم عليها أشخاص قاصرة عقولهم، حصرة صدورهم، قليلة علومهم، خفيفة أحلامهم. هم للرعونة والطيش، إن لم نقل للربة والزيغ أقرب منهم إلى الهدى والرشاد والتوفيق والسداد. ولقد بلغ الاستكبار بأهل الزيغ من قادة هؤلاء أن جعلوا وراءهم ظهريا كل فتاوى العلماء الثقات المخلصين، من تحريم القتل بالتفجيرات العشوائية المريبة التي تنال الناس المدنيين غير المحاربين. وآخر ما وصل اليوم من أخبارهم الشنيعة وتصرفاتهم المريبة ما أقدموا عليه فيما نشرت بعض مواقعهم من استدعاء المواطنين المسيحيين في مدينة الرقة الواقعة تحت أيديهم، وتخييرهم كما قالوا أو كما زينت لهم عقولهم الصغيرة المريضة وفقههم المريض بين الإسلام أو الجزية أو السيف. وهذا كلام يقتضي منا أصحاب المشروع الإسلامي إن صح، وما زلت أقول إن صح لأنني لا أكاد أصدق بيانا شافيا نعلن فيه أن هذا الذي يفعله هؤلاء إنما يفعلونه خدمة لبشار الأسد ونصرة لمشروعه وبمشورة عملائه المتغلغلين بينهم بل المسيرين لهم، وأن هذا الذي أقدم عليه هؤلاء إن صح ليس باسم الإسلام، فللإسلام في كل عصر علماؤه وحججه والناطقون عنه. وقد مضى جمهور علماء الأمة منذ سنين طوال أن مصطلحات العيش المشترك وتعابيره وقواعده قابلة للتغير والتطور بما يحقق مطلب الشريعة الأسمى قيام الناس بالقسط. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط.
نحن في موطن لم يعد يجوز فيه السكوت، ولا يحتمل فيه الصمت، ولا يقبل من أصحابه التواري عن مواجهة الحقائق. مشروعنا الحضاري تقدمنا به لأبناء شعبنا مشروع صدق وبر وقسط ووفاء. وإذا كان بشار الأسد وعصابته الهمجية يظنون أنهم يحرجوننا بفعل هؤلاء، أو يمتحنوننا بإعلان البراءة منهم، أو يستعدون علينا بما يرتكبونه من حماقة وإثم، فها نحن نعلن جهارا وعلى رؤوس الأشهاد: اللهم إنا نبرأ إليك مما يخلط ويخبط هؤلاء. حديث الصحافة مستمر معكم، وننتقل الآن إلى موقع كلنا شركاء، حيث نشر مقال للكاتب علي الأمين السويد بعنوانه حتى أوباما لا يتخلى عن جزرته. قال فيه: في عام 2009 ودون سابق إنذار تم الإعلان عن فوز باراك أوباما بجائزة نوبل للسلام. وكان من اللافت آنذاك أن وسائل الإعلام الأمريكية ومكاتب البيت الأبيض قد تفاجأت بفوزه بهذه الجائزة. حتى أوباما نفسه أعرب عن تفاجئه بها، وللأمانة فقد أعرب عن عدم استحقاقه لها بتواضع، وأنه سيتبرع بقيمتها المادية للأعمال الخيرية. ومن الملاحظ أن البرنامج الانتخابي للسيد أوباما بني على إيجاد طرق غير مكلفة لقيادة العالم. وبعد فوزه بالبيت الأبيض سرع إلى وضع الخطط لتنفيذ برنامجه الانتخابي، والذي يبدو أن جائزة نوبل للسلام تم توجيهها له على وجه السرعة كي يواصل العمل حثيثا في تنفيذ برنامجه الانتخابي. وقد لاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية قد انكفأت على نفسها لوضع خطط داخلية تهدف لخفض الإنفاق الخارجي وترشيد مصاريف قواعدها المنتشرة حول العالم. ومن المعروف أنها الآن أصبحت على وشك إتمام سحب جيوشها من البلاد التي احتلتها في عهد آل بوش، ناهيك عن الاقتراحات الأخيرة بتسريح ما يقارب 120,000 من عديد القوات البرية. كل ذلك تفعله أمريكا تاركة الساحة الدولية نهبا لدول البريكس، إيران بقيادة روسيا، بوتين الذي وجد في انغلاق أمريكا فرصة لتحدي استراتيجية أمريكا القيادة من الخلف بأسلوب روسيا الذي يقول بيدي عمر لا بيدي. وهكذا بدنا نرى قيادة أمريكية للعالم من خلف جدار، ومقاومة روسية لتلك القيادة، وذلك بدعم الدول المارقة بسيف مستبديها كي تفشل مخططات أمريكا وتدفع لروسيا ثمن انتصاراتها. صحيح أن جائزة نوبل للسلام $1,400,000 أمريكي والتي لفقت للسيد باراك أوباما في عامه الأول من رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية لم تكن رشوة، ولكنها كانت بكل تأكيد قيداً كبله، فكبل السياسة الأمريكية وجعلها مطية لقيصر روسيا الذي بات يقود العالم كيفما يشاء. ومن الواضح حتى الآن أن السيد أوباما بالرغم من جميع الفظائع الإنسانية المرتكبة في آسيا وأفريقيا ربما يكون قلقاً من سحب الجائزة الجزرة منه معنوياً أكثر من اهتمامه بالاستفادة من قيمتها المالية، أو أكثر من حزنه على أرواح ملايين الذين قتلهم مشروع بوتين القيصري. في هذه الحالة نتمنى تأمين جزرة بديلة في حال سحب الجزرة الأولى من السيد أوباما حتى يتحرك فخامته باطمئنان. نواصل معكم مشاهدنا، وننتقل الآن إلى جريدة حبر، حيث كتب عمر الحياة مقالا بعنوان حلب في سطور المجهول ولكن إلى الموت. قال فيه: نظام لا يرحم أبداً، لا يعرف سوى أبجدية القتل والدم، وشعب عاشق أبجدية الصمود والتحدي حتى لو مات تحت الركام، سطر بصموده وتكبيراته مقاطع وأحداث لن ينساها التاريخ وسيخلدها في صفحات مآسيه وأمجاده. لكن هذه القدرة على المواجهة يبدو أنها تستفز هذا النظام وتجعل حقده على هذا الشعب يزيد، ليرمي براميل أكثر تضاهي بعددها الكبير قطرات المطر الشتوية المنهمرة من السماء. هذا السيناريو يتكرر كل يوم وكل ساعة ودقيقة بوحشية وهمجية على أحياء مدينة حلب المجروحة،
فمجرد سقوط برميلا واحد من روحية لهذا الطاغي الذي لا يرحم يزرع الرعب في قلوب المدنيين خوفا من سقوطه فوقهم، وتتسارع ضربات القلوب وتعم الفوضى وتتعلق الأنظار بالسماء متابعة لمسيرة هذا الموت النازل والذي لا يعرف من سيحصد، ثم سرعان ما يسقط ويمسح حارات بأكملها عن الوجود ليجعلها أثرا بعد عين، ويجعل ساكنيها تحت ركامها أجسادا ممزقة بالأرواح إلا من رحم ربي. وبعدها يبدأ الناس الأقرب فالأقرب من مكان سقوط رسول الموت يبدأون بالتجمع ليستكشفوا ما حدث وينقذوا من يستطيعون إنقاذه وليرفعوا الأنقاض عن العالقين، وليس لهم من سبيل إلى ذلك سوى أيديهم والرغبة في الحياة التي يحبون أن يمنحوها ما استطاعوا إلى كل من كتب له النجاة. ولا ننسى منظر الأطفال الذين دب الرعب فيهم وقد صدموا بما حدث لهم، يشيرون بأيديهم وقد ملأت الدمعة عيونهم لبيوتهم التي تهدمت والتي حملت في جنباتها أجمل لحظات حياتهم مع أهلهم الذين باعد برميل الموت بينهم، فمنهم من بقي على هذه الدنيا ومنهم من صعدت روحه إلى بارئها. ولأن هذا الشعب يؤمن بالله ويؤمن أن الموت قدر وهو آت لا محالة، لذلك أصر جزء كبير منه على العيش تحت القصف والبراميل والصواريخ، لا يخرج من بيته إلا لقبره، أو بعبارة قصيرة هذا الشعب قرر مواجهة الموت. في هذه المرحلة التي نعيشها أيقنت أن النار الخالدة الآبدة لها من خلقت لأجله، إلى نار لا تبقي ولا تذر أيها القتلة المجرمون يا عبدة الطواغيت، يا من تدمرون أحياء حلب فوق رؤوس ساكنيها الآمنين، تقتلون إخوانكم وتسفكون دماءهم خدمة للإجرام وتقربا من المجرم. ألا لعنة الله على الظالمين. ننتقل الآن إلى موقع كلنا سوريون، حيث كتب عامر محمد مقالا بعنوان الشيخ والبحر والثورة السورية. قال فيه: لا أعلم لما كلما فكرت بما آلت إليه الثورة السورية تقفز إلى ذاكرتي رواية هيمينغواي العجوز والبحر، ربما لأن قصة الكثير من الشبان الذين حلموا وقاموا بها تشبه قصة العجوز الذي انتظر أياما طوالا من سوء الطالع لكنه لم يفقد الأمل لاصطياد سمكة كبيرة تعوضه عما مر به من أيام عجاف. وبالفعل تم له هذا الأمر وحصل على سمكته التي حلم بها وانتظرها، ولكن ماذا بعد؟ الكثير من الشبان السوريين انتظروا الثورة وحلموا بها طويلا، وقدم الكثير منهم أرواحهم طعما لها، لكن في الحالتين آلت الأمور إلى الأقوى. استطاع العجوز الانتصار على السمكة بعد طول عناء وكثير من الصبر والمثابرة، لكن المشكلة بدأت عندما اشتمت أسماك القرش رائحة الدم فانهالت على السمكة تحاول سلب العجوز إنجازه. بعد أن أسال النظام الدم في سوريا بدأت الكثير من القوى تظهر وتشترك في معمعة الدم، وللأسف هذه القوى التي جلبتها رائحة الدم لم تكن تؤمن إلا بالدم كما النظام. والمشكلة الأكبر أن هذه القوى بعد أن قويت واشتد عودها بدأت تعيد أساليب النظام عينها، فقد امتلكت الكثير من الكتائب فروع أمن تقوم بأساليب التعذيب والاعتقالات حتى على الظنون، والطريقة الوحيدة لأخذ الاعترافات هي التعذيب. الكثير من الشبان لم يمتلكوا طعما لهذه الثورة سوى أرواحهم، لكن حتى عندما اندلعت الثورة لم يكونوا يمتلكون الإمكانيات التي تدفع هجمات القرش عن حلمهم. ماذا بقي الآن لهم من هذه الثورة سوى بعض القوى التي أول ما تسعى إليه هو اعتقالهم، أو القوى التي تحلم بدولة بلون واحد؟ المؤسف أن هذه القوى كما أسماك القرش هي الأقوى، وهي التي تستطيع أن تغنم ما تشاء، وهي الآن تفعل ما تشاء دون الكثير من العناء وتسعى إلى تنفيذ أحلامها على أنقاض هذه الثورة، وكأن هذه الثورة كما السمكة خلقت للأقوى وليس لمن اصطادها. ولكن آمل أن يكون كما قال العجوز، الإنسان لم يخلق للهزيمة
قد يدمر الإنسان لكنه لا تهزم إرادته. إلى هنا مشاهدينا الكرام تنتهي جولتنا في حديث الصحافة لهذا اليوم. أشكر لكم حسن متابعتكم، ألقاكم مجددا غدا إن شاء الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.